السلام عليكم، معكم مدام الخلوفي فاطمة. أنا مقاولة يلاه بديت في المشروع ديالي من بعد واحد المعاناة عانيتها مع واحد السيد كنت خدامة معاه المدة ديال مدة طويلة، نقدر نقولوا عقدين. والحمد لله أنا عندي المهنة ديالي وعندي الاكسبيريونس فيها، وكيف ما كتشوفوا الدومين ديالنا كيف داير. وانا اصلا هاد الدومين كنت خدامه عند الناس، صافي وقع لي واحد المشكل معاهم. المشكل هو طرد تعسفي، بقيت المده ديال الكونفينمون كامله وانا كنفكر اشنو غندير. فينالمون انا نخرج بالحل بانني عوض فاش نبقى خدامه عند الناس اجي نتوكل على الله وندير مشروع ديالي بوحدي. توكلت على الله، خديت المكازان، كانوا شويه العراقيل الماديه، حليناهم. كانت عندي واحد طوموبيل بعتها، عندي واحد لابارتومون كريتها وجلست عند الوالده. صافي وانا نتوكل على الله، توكلت على الله. لقيت في جنبي الناس اللي وقفوا معايا بحال النجار ديالنا، الطابيسي، الحريفيه ديالي كاملين الحمد لله كنشكرهم بزاف، والجانب ديالهم راجلي اللي وقف معايا وساندني ماديا ومعنويا. وكيف ما كتشوفوا ها هو المشروع ديالنا خرج للوجود والحمد لله ونشكروه. ومن الاحسن الواحد يتوكل على الله ويدير المشاريع ديالو بوحدو، ما يبقاش يتسنى يخدم عند عباد الله، لانه واخا يخدم معاهم شحال ما خدم غيوقع شي مشكل صغير ما غاديش غيقولوا ليه بسلامه. اللهم يخدم في ديالو معزز مكرم، غير هو خاص تكون عنده الثقه في النفس وشويه ديال التحدي وكل شيء ان شاء الله غيكون بخير وعلى خير. والحمد لله هذا المشروع ديالي عاوني باش بحال قلتي حلينا بيوت ديال شي وحدين حرفيين اللي كانوا شويه منسيين، بحال مثلا النجار الحمد لله خدام ومخدم معاه دراري، الطابيسي حتى هو خدام ومخدم معاه دراري. يعني مثلا النجار عنده دارو والدراري اللي خدامين معاه حتى هما حلوا ديورهم ومشينا بحال هكا. طابيسي نفس الشيء، الفيرنيسور نفس القضيه حتى هو، الخياط، مول التوب، كل شيء الحمد لله خدمنا معانا عناصر اللي الحمد لله نتمناو يكونوا بداية خير لينا وليهم ولجميع الحرفيين إن شاء الله بإذن الله. الأمنية ديالي أن المشروع ديالي الحمد لله يكبر ويمشي كيف ما رسمت ليه، وأنا متأكدة بأن الله سبحانه وتعالى غادي يوقف معايا وغادي نمشي إن شاء الله في الطريق اللي أنا راسمها بإذن الله. وأنا توكلت على الله، الله سبحانه وتعالى ما غاديش يخيب. لقيت مساعدات أولا من عند الزوج ديالي، ثانيا من عند النجار ديالي والطابيسي ديالي، كلهم تيقولوا لي خدمي حنا معاك، والحمد لله لقيتهم في جنبي ونحمد الله ونشكره. لا من عند الدولة نهائيا، غير من عندي تقاتلت كما قلت لك مسبقا، بعت الطوموبيل ديالي، كريت داري. لا الحمد لله الساعة ما كاين والو. كنتمنى يكون شي تمويل، مثلا ناخذ شي خيدي من لابونك باش نكبر شويه المشروع ديالي ويكون عندي راس المال شويه كبر، ونتمنوا يكون خير. مازال ما درتش هذه المبادره ونتمنى ان شاء الله يكون خير. الحاجه وحده اللي غادي نقول لكاع الناس اللي عندهم قدره باش يديروا مشاريع ديالهم بوحدهم، كنقول لهم غير زعموا، راه واعره غير البديه، غير الواحد يكون عنده اراده ويكون حيت التالي غادي يبقى بنادم خدام عند شي واحد، حيت هذاك اللي كتكون خدام عنده هو كيكبر بيك وانت كتبقى في بلاصتك، وفي الاخر غادي يقول لك بسلامه. اللهم كنصح اي واحد عنده خبره وقادر يدير شي حاجه يتوكل على الله، وراه غادي يكمل عليه الله سبحانه وتعالى بخير وعلى خير. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.